جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الفصل الثاني من الانتفاخ بعد غرسك للنجم وعيون السمسارة والسادرة وقصاص قدام الشعب منذ ما يسمى ببروتوكول الاستقلال، ما هي الا تعبير واضح عن استمرار النظام العميل الرشعي واستمرار السمسارة في نهج لا. زيد بن عبد الجليل، مناضل في الاتحاد عام طلب تونس، قاطن بسوسة وأدرس بالمنستير. المسيرة هذه في سياق الانتفاضة اللي بدأت في القصرين واللي انتشرت ليلة الأمس في ربوع مدن القصرين وتالا ومجلب العباس. الحركة الاجتماعية هذه بدأ بكل بساطة لأن الحكومة هذه حكومة ترقيع، حكومة تنفيق، حكومة محاصصات، حكومة لم تلبي طلب أي فرد وأي منظمة وأي حساسية في الشعب هذا. باعتبار الاتحاد عام طلب تونس، نذكر أنه كان عندنا رفاقنا مفروزين أمنيا مقدم الاتحاد عام طلب تونس، خاضوا 33 يوم إضراب جوع وتعكرت حالة عديد من رفاقنا باش الحكومة رضخت وحلت باب الحوار. الحراك هذايا هو حراك ونتاج طبيعي، نتاج طبيعي لإفلاس الحكومة هذية ولإفلاس كل مكوناتها الأربعة. راهو نظلموا نهضة ونداء، كي يقولوا نهضة ونداء برك راهو نهضة ونداء وأفاق والاتحاد الوطني الحر، مجموعة مرتبطة بدوائر خارجية. تخيير ومرات تخمة ومرات زروات، احنا نقولوا لهم عبد الحاج علي اتحاد معطلين العمل يدسي. والله مسيرة جات انتصار لروح زميلنا ورفيقنا وابن الشعب في القصرين اللي مشيت روحه وبكيت عائلته، زدت أكد أن المحسوبية متنحاتش من البلاد بحكم كان هو مش عايتوله في الوظيفة العمومية، لكن كما يعرف الناس كل معتمد الأول غير القائمة وكان طريقة احتجاج رهيبة وجعتنا احنا الكل وتوجع كل اي تونسي ان يشوف شاب حالم يقدم يمشي ضحية الحكومة، ضحية التهميش، ضحية التفقير. احنا انتصار منا لصديقنا رضا اليحيوي، انتصار المهمشين في القصرين، انتصار المعطلين على العمل في كامل ارجاء البلاد. كانت دعوة دعا لها المجتمع المدني، دعا لها الاتحاد العام طلب تونس، قدماء الاتحاد، مناضلي الجهة، ونجموا نحكيوا زاد اليوم حتى على المعطلين في كامل البلاد. شوفوا كانت المفروزين أمنيا ما حلوا لهم مشكلتهم، مازالت ما تحلتش، كان بعد أكثر من شهر إضراب جوع. كأن الحكومة اليوم ما اعتبرتش من انتفاضة 17 ديسمبر 14 جانفي أن نشوفوا المحسوبية في الإدارة التونسية، نشوفوا الرشوة مازالت متغلغلة في الإدارة التونسية لسوء الحظ بعد الانتفاضة، نشوفوا أن المسؤولين ما يستجيبوش المطالب الشعب هذا، المطالب المعطلين، المطالب المهمشين، إلا بعد كل أي انتفاضة يستجيب ويحلوا بيرواتهم باش يسمعوهم الدرجين ومن بعد ترجع المعاملات كما قبل وترجع أنهم معناها يخزر حتى حد للناس المطالبهم. بعد كل انتفاضة أو تحرك يحلوا البيروات نتاعهم ومن بعدين ما نشوفوا حتى نتيجة. ويحيا الوطن إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد للليل أن ينجلد ولا بد للقيد أن ينكسر. جوهرة FM، جوهرة FM، الدنيا.